السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام وفي أحسن حال. النهاردة في مطبخ آلاء هنخزن البامية مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد مننا وقت. الطريقة دي تقدري تخزني بيها البامية سنة كاملة من غير ما تبوظ منك، طعمها هيفضل زي الطازة بالظبط. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس قبل ما نبدأ متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس. يلا نشوف الطريقة مع بعض. هحط مية على النار وأول ما تبتدي تغلي ننزل فيها البامية بتاعتنا. أنا قبل كده اتكلمت على طريقة شر البامية وطريقة تقليمها في فيديو برام البامية باللحمة الضاني، هسيب ليكوا الرابط بتاع الفيديو أو الوصفة اللي أنا عملت فيها البرام في الفيديو من فوق عشان اللي حابب يشوفها. هنتكلم دلوقتي احنا بنشتري البامية اللي حجمها متوسط وبنقلبها وبنغسلها كويس ونسيبها تصفى، وبعد كده ننزلها في المية السخنة بتاعتنا. هنسيبها في المية السخنة لمدة دقيقتين بالظبط وهنفضل نقلب فيها باستمرار، وهطلع البامية في مصفى واغسلها بمية ساعة من التلاجة واسيبها تبرد. وده بقى دلوقتي شكل البامية بعد ما طلعت من المية السخنة. هحط عليها مية ساقعة من التلاجة واسيبها تبرد. وهنا بعد ما بردت هعبيها في اكياس تلاجة واحاول افردها في الكيس، محطهاش فوق بعض علشان ما تتهرسش مني، وهقفل الكيس عليها كويس واحطها في الفريزر. نقدر نخزنها سنة كاملة، بتبقى زي الطازة بالظبط. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس، وصحة على لكم.